تغني وتقلد النغمة صح. هو ده الفرق بين المغني وغير المغني. انا البروفة كانت عندي هي المتعة هي الانبساط. النجاح مش معناه ان ده حاجة كويسة، في حاجات كتير وحشة ونجحت وكسرت الدنيا. هل انا المطرب الوحيد اللي معروف اللي راح اشترك في برنامج؟ لا، انا في هوا ما بنامش يروح ويجي وانساني، ولما يجيني من تاني يسامحوا القلب في ثواني كأنه ليالي ما تقلمش.